الحمد لله مقابلة كانت في المستوى، واخا انهزمنا فيها مقابلة كانت في المستوى. ربحنا احنا بالنسبة لنا الهدف ديالنا، ربحنا لاعبين اللي باقيين صغار، اللي السن ديالهم باقي 2005 2006 2007، لعبنا في هذه المقابلة ربحناهم. هاد اللاعبين اللي السن ديالهم باقي صغير غادي يبقاو ان شاء الله في الامال واحد ثلاثة ديال المواسم، على الاقل اربعة ديال المواسم. هذا هو الهدف اللي جينا عليه حنايا، باش نشوفوا الدراري ديال ليكول اللي باقيين صغار، نطلعوهم للامال ونكسبوهم ان شاء الله معنا القدام. حنا الا شتي الترتيب ديالنا ما كيساعدناش باش تخدم وانت مرتاح. الفريق الامل ديال الجيش كيحتل المرتبه الثانيه، بالنسبه لنا حنا ما كنحتلوش مرتبه اللي كتشرفنا. حنا الهدف ديالنا اللي جينا عليه هو نكونوا لاعبين من هنا للعام الجاي والعام اللي من وراه، اللي غيكون عندنا امل، اللي كما كيقولوا اللي غادي يبقى يزود لاعبين للمنتخب الاول، الفريق الاول. العمل اللي غادي نشتغلوا عليه هما غادي نشوفوا كما قلت لك لاعبين اللي باقي صغار في السن، لان لاعبين دابا اللي كنلعبوا بهم حنا نورمال مقسم يكونوا 2003 2004، حنا الاكثريه اللاعبين اللي كنلعبوا بهم 2005 2006 2007. هذا هو الاوبجيكتيف اللي جينا عليه حنايا. الميساج ديال الوليد ان الانسان خصو يخدم ويتسنط، ومن يجي الحصه ديال التدريب يخرج معاه شي حاجه ويستافد منها باش يربح الوقت. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.